مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر والخاص رفقه ضيفنا ونجم الرايه المغربي واللي عنده صوت ذهبي الشاب رايان. مرحبا بك رايان. شكرا ماريا، شكرا لك، وكنشكرك على هذه الاستضافه الجميله، وكنشكر الطاقم التقني وشوف تي في على هذه المبادره الطيبه. مرحبا بك رايان، شرفتينا اليوم بالحضور بارك ديالك. الله. شكرا. وبالصوت ديالك اللي غادي نعيشوا معك ان شاء الله. شرفتوا بيا وعطيتوني هذه الفرصة باش نتواصل مع الجمهور ديالي. أكيد هذا شرف لينا وهذا واجب علينا أنك تكون حاضر معنا اليوم. ريان من الأصوات المتميزة في الراي في المغرب، يعني مجموعة من الناس كيتصنتوا لك كيسمعوا الأغاني ديالك كيلقبوك بحسني الصغير، يعني الشاب حسني الله يرحمه. شنو الرأي ديالك في هذا الإعجاب وهذا الحب ديال هذا الجمهور كامل؟ شنو غادي نقول لك؟ الحمد لله الواحد ملي كيبدا حاجة صحيحة كتوصل لعند الناس. بالنسبه لحسني انا كانت مدرسه ليا، واستفدت منه بزاف د الحاجات وخديت منه بزاف د الحوايج اللي ساعدوني باش نوصل المسيره الفنيه ديالي. فوالا مؤخرا جاتك شي دعوه؟ عندي واحد التبرقيه. دعوه من جاتك شي دعوه من لا جاتك دعوه من الجزائر انك تحضر؟ وي تحضر في الفيستيفال ديال حسني. داروا فيستيفال ديال حسني باش تمشي تزور في المقبره ديالك. وي، ولكن اعتذرت لهم صراحه، كبروا بيا بزاف. ديجا انفيتاسيون بقات فيا، يعني كبرت فيا بزاف. خوتنا لي زالجيريان كنموت عليهم. هذا العام هذا ان شاء الله ما كتبش، ولكن لاني بروشان ان شاء الله نحاول ندير ماكسيموم باش نكون تماك ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله هادو من الاحلام ديالي اللي بغيت نديرهم ان شاء الله وغيتحققوا ان شاء الله. فوالا الحلم ديالك من الصغر انك تكون فنان ديال الراي ولا نجم كبير في المغرب لما لا العالم العربي وحتى العالم. يعني بديتي بالمدرسه ديال الشاب حسني الله يرحمه وسمعتي الاغاني ديالو، بغيت نعرف العلاقه ديال ريان مع 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 حسني. كيفاش حتى اول مره بغيتي الغناء بغيتي بالشاب حسني؟ بالنسبه لي حسني ملي كنت صغير كان كيأثر فيا بزاف. بالنسبه للموسيقى اللي كان كيدير، هو كان فايت بزاف ديال لي شونتور في ذاك الوقت، فايت وقته، يعني كان ديما سابقهم. انا شفت بلي ان داك الشيء زوين اللي كان كيدير، وكنت كنسمعو بزاف. لقوت يعني كنت كنسمع اغنيه كنت كنتأثر بزاف، وكنقول روح كيغني عليا ولا هذا، فهمتي حوايج بحال هكا. وبالنسبه لي حسني هو الواحد اللي قدر يعني اثر عليا وعلى المشاعر ديالي. فوالا كاين كيقولوا كاين ملك الراي الشاب خالد، وكاين اللي كيقول بان الشاب رايان هو ملك الراي ديال المغرب. يعني بما ان صوتك متميز على مجموعه من اولا بعض الفنانين اللي كيغنيو الراي، انا بالنسبه لي صح ولا لا؟ انت ملك راي المغرب ولا لا؟ لا انا ما ملك بوالو، انا راي نورمال عادي، شونتور دو راي، فهمتيني. كنحاول ندير حاجه زوينه، نعطي للناس حاجه نقيه بالنسبه للكلام، بالنسبه للالحان، اي حاجه في الموسيقى كتعجبني تكون نقيه. هذا هو الهدف ديالي من هادشي كامل. اما الالقاب راه كتبقى القاب، فهمتي؟ ماشي بالنسبه لي ما كتعني لي شي حاجه. فوالا ما كتعنيش لك، ولكن غادي نسمع منك شي حاجه باش نتاكدوا انا الصوت ديالك راه ماشي مشكل. فوالا نسمع شي حاجه تحسني. حسني مانيش ضال ما جيت نسامحك، جيت نصفي اللي بيناتنا يا مرام. بلوتار تعرفي جامي انا لا كنت غابنك. الانسان جامي يظلم وك الدنيا فانيه فانيه. بغيت لك العقايب شينات الحقيقة، وإذا زهت لك اليوم تقط بيتين. دعوة الشر ما تعصيهاش كيتيا، مازال قلبي ملكي يا مبرا مبرا. يا مانيش ظالمة جيت نسامحك، جيت نصفي اللي بيناتنا يا ماريا. بليتار تعرفي جامي انا لا كنت غاب
بارك الله عليك. الله يحفظك ربي يخليك. شكرا. طيب الناس كيتفاجئوا اكثر ملي كيعرفوا انك ولد مدينه طنجه ماشي وجدي ماشي من كلشي كيقول اه يعني شاب ريان مدينه طنجه وكيغني الراي، يعني صعيب خصوصا ان الكنا الطنجاويه كتجيهم صعيبه شويه انهم يغنيوا الراي. شنو غادي نقول لك، انا براسي ما فاهمش هادشي هذا ما فاهموش. كما قلت لك انا كبرت في مدرسه حسني، كنت كنركز بزاف على لاكسون اوغانيز يعني وهرانيه بالنسبه للكلام، اي كلمه حيت الكلام ديالنا بعض الخطرات هما متشابهين ولكن بعض الخطرات كلامهم كيتشابه بزاف مع المنطقه الشرقيه بحال وجده بركان ديك النواحي. بالنسبه لطنجه حنا عندنا لاكسون ديالنا قريبا لي زالجيغوا، فهمتي الناس اللي في الجي، مي وهران شويه صعيبه. وي حتى هما يقولوا يقولوا قل لي، فهمت داك. المهم في وهران يهضروا بحال الداخل يعني والشرق، المنطقه الشرقيه. انا تبعت بزاف، ركزت على لاكسون مزيان اون بليس الروح يعني اللي كان يغني بها حسني، حاولت نشوف شي حاجه اللي كاينه لداخل. هادو هما الحوايج اللي استفدت منهم. لا تبارك الله عليك. ريان، ريان مؤخرا صدرتي اغنيه جديده بعنوان مالعز. قربنا منها العنوان بشكل قربنا منها اكثر مالعز. اغنيه كتبها الكاتب الشاب الزوين الرباطي ديالنا يونس ادم، من الشباب اللي كيكتبوا تبارك الله عليه داك الشيء زوين بزاف، واشتغل مع بزاف ديال الفنانين من الحان اميره زهير راكم كتعرفوها، ملحنه شابه وصوت ذهبي رائع. اغنيه زوينه بروبوزاوها ليا عجبتني، خدمتها انا اللي درت لي زارونجمون درت الميكساج، المهم الحمد لله وسمعتها لهم عجباتهم بزاف فوالا توكلنا على الله. فوالا ريان كنشوفوا اولا كيقولوا بعض الناس ان ريان ما واخدش حقه في الساحه الفنيه المغربيه ولا العربيه، كيقول لك ما عرفناش السبب علاش، رغم ان بدا في واحد الوقيته اللي قديمه يعني تقريبا بديتي شي 15 عام دابا في الدومين، اكثر من 15 سنه يعني اكثر من 15 حال تقريبا. انا بديت كان في عمري 16 عام، دابا راني في عمري 37 عام، دونك 21 سنه 21 سنه وانت في الميدان كتشوف بصح كاين واحد التقصير في حقك. يمكن كاين واحد شويه تقصير، مي بالنسبه ليا واخا يكون تقصير انا داير واحد الهدف يعني كنشوفو خصني نوصل له، ضروري غتلقى العقبات وهذا ما كنتش كننتظر نلقاهم. يعني كما كنقولوا انا مشيت على برا وخدمت ولقيت الناس بحال مثلا لقيت جزائريين وفهمتيني اللي عاونوني حسبتهم بحال ولاد بلادي، وهذا كنشكرهم بزاف، تحيه خاصه الناس الجزائر كاع لي زارتيست ولا الناس هم الله عمرها دار كنموت عليهم وعاونوني بزاف ووصلت من واحد المستوى الحمد لله وخدمت معاهم، يعني ما عمري شفت منهم شي حاجه عيب. ولكن لما تجي لبلادك وتشوف يعني ولاد بلادك بحال اللي ما باغينكش تبان، هذه اللي كتبقى فيك شويه كتبقى فيك ناقصه، فهمت. المهم حنايا مالغري هذا الشيء غادي نخدموا غادي نبينوا الفن ديالنا واللي بغى يوقع يوقع. فوالا طرحنا سؤال على مجموعه من الناس يعني قال لك اولا هما طرحوا تساؤل قال لك علاش كاينين بعض الفنانه شباب اللي يلاه بداو وداروا واحد الضجه كبيره مؤخرا في الساحه الفنيه في الاغاني ديال الراي، خصوصا قال لك كاين اللي غير كيعاود الاغاني كاين اللي دار غير فيديو كليب غير بالتليفون ولا شي حاجه وتشهر، والشاب ريان اللي يعني كيمتاز بواحد الصوت اللي قوي ويعني اللي ما عارفينش الناس هو انك تكرفستي اكثر باش انك وصلتي لهذا الشيء اللي وصلتي ليه، بصح كتشوف ان كاين شي وحده ما كيستحقوش انهم يكونوا ولا لا كما كيقولوا الناس. وشوف في اي دومين كاين هذا الشيء، هذا كاينه موجودين، ولكن كما كان انا كنقدر نسميهم بواحد الحاجه حيت كاينه موجات، فهمتي بحال الموجات ديال البحر كتمشي موجه وكتجي موجه كتمشي موجه وتجي موجه، فهمت. وكاين اللي كيتبع الموجه وكيمشي معاها وما كيرجعش، فهمتيني، وكاين اللي كيبقى ماشي في الستيل ديالو. الحمد لله انا من نهار اللي بديت يعني باقي انا كتشوفني حاضر كندير لو ستيل ديالي والحاجه اللي كنحس بها انا واللي الناس توصلها يعني توصل لهم ويقبلوها. سي فري كندير بعض الخطرات كندير دي شونسون كوميرسيال باش الناس تنشط شويه، ولكن مؤخرا وليت للستيل ديالي اللي كنت كندير قديم. علاه؟ لان الكوميرسيال اليوم ديرو غدا ما يبقاش، فهمتيني،
ما تلقاش روحك، فهمتي؟ الواحد هو يشد ان ستيل ويبقى خدام فيه. دابا المشكل اللي وقع كنشوف واحد شونتور كيدير واحد ستيل، كلشي كيبقى يدير ديك ستيل حتى كيولي باسل، حتى كي ما كتسترجع ما كتولي عنده حتى معنى. وكيما دي شونتور هما حاضرين غير يخرج شي ستيل وكيبقاو يديروا، فهمتيني؟ وهادو هما اللي كيبانوا بزاف يعني. كاين الناس كتخدم في الظل كتعب على واحد الحاجه ما كتبانش، ولكن كيجي واحد كيجبرها واجده وكيبان بها. هادشي اللي كاين. سمع منك شي حاجه اخرى؟ شي حاجه اخرى ماشي مشكل. غادي نتفكر الباسي. كلمه والحان صفاء العماري، مدينه طنجه، هي كتيبه رائعه. هذه اغنيه ديالك. نتفكر الباسي ونسهر انا ونحكي لليل اللي فوتناه يا عمري ماشي قليله. نصبر روحي ونقول عمري غدوه تولي، تفرح قلبي وتهنيني من المشاكل. نتفكر الباسي ونحكي لليل اللي فوتناه يا عمري ماشي قليلة. نصبر روحي ونقول عمري غدوة تولي، تفرح قلبي وتهنيني من المشاكل. وبلا بيك حياتي كلها صفرس، مشيتي ومشات معاك لومبيونس، غير ولي عمري ونوعدك دافونس. عمر دمعة من عينك تسيل امان امان، مشيتي عليا خليتيني حير وغيم، على فراقك راني ندم. عمري ما ظنيت نوصل معاك لهذه الحالة، ويزيد عذابي راو علي اكثر من ديفيسيل. وبلا بيك حياتي كلها صفرس، مشيتي ومشات معاك لومبيونس، غير ولي عمري ونوعدك دافونس. عمر دمعة من عينك تسيل امان امان امان. تبارك الله عليك ريان. شكرا. ريان تعرفوا عليك الجمهور اكثر وبغاو اكثر في اغنيات دانا دانا دانا. دانا 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 سمعوها الناس مره اخرى بالصوت ديال الفنان فضيل، والاغلبيه قالوا ان فضيل نصب عليك دارك الاغنيه او انت خديتي لي الاغنيه. اعطينا المعلومه اكثر. شوف انا هذا كنعتبره نصب فني. علاه؟ ان الواحد لما يدير واحد الاغنيه د واحد الفنان خصو يعترف بالثمن هذه الاغنيه، يعني خصو يعترف باللي هذه الاغنيه ديال هذا الفنان. المشكل اللي وقع هو الاغنيه دانا دانا تعاودت 4 سنين ولا 5 سنين من مور من بعد ما درتها انا، وتعرضت في دوزام كان نتجوا ليها الكليب فوديل مع ليلى براك، وما ما تذكرتش السميه ديالي. نقصد اصل الاغنيه ديالك انت. شوف هذه الاغنيه راه قديمه، انا الاغنيه قديمه بزاف. انا غنقدر نوضح للجمهور الاغنيه كيفاش كانت. اوكي الاغنيه كان شويه كلام ديالها طايح. انت انا كاع المغاربه يمكن نكونوا كيعرفوها، سمحوا لي على هذا الكلام، ولكن كنت كتقول هكا. والبير عربيه الويسكي قاوري اما 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 كيتي ما جاني نوم. فوالا كانوا كلام شويه ديال معروف هاد الاغنيه. حنا خدينا هاد جوست هاد دانا 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 دين، وحاولنا باش نديروها ديو مع فنانه من سوريا اللي هي ريما. كانت كتشتغل معنا في ديك الوقت، وكانت فكره زوينه فهمتي، المغربي كيغني مع سوريا يعني. والاغنيه عطات واحد يعني رجعت اغنيه جميله كما كنسمعوها حنا دابا. يعني الواحد كيتعب ويخدم في اغنيه من بعد كيجي يقول لك لا د واحد اخر. سي فغي تقدر تكون واحد اخر، ولكن حنا كيفاش خدمناها والكلام كيفاش كتبناه ورجعت ديو اللي غات مثلا تلقاها كدور باغتو فهمتي. يعني ديجا هذه واحد الحاجه كبيره.
المشكل اللي وقع هو الاغنيه تعاودت من طرف ديالو البراق، ودازوا واحد الخطره في واحد برنامج ديال سهران معاك الليله اللي كانوا جاوا بهذه الاغنيه، و مالوغوزمون انا كنت كنتفرج هذيك الحلقه هذيك النهار وما عجبنيش واحد الحاجه. كنسالهم عماد نتيفي قال لهم جبتوا لنا جديد تاع من هذه الاغنيه، قال لهم فاضل اغنيه واحد المغربي واحد سوريا. هذه الحاجه اللي بقات فيا بزاف. يعني ما نكرش الاسم ديالك ومالغريسا راه كان واقف معايا، يعني كنت كان شهر قبل تلاقينا انا وياه، راه هو عارف هذا الشيء هذا. انا كنعتبر هذا الشيء هذا ماشي يعني ماشي زوين بالنسبه لواحد الارتيست اللي نقدر نقولوا فنان عالمي. اوكي، ولكن فنان عالمي خصو يعترف بشي حاجه. مثلا انت مثلا خديتي الكلام وكتبتيه وغنيتيه وما كتعرفش تعمل نو، فهمتي؟ واللي زاد ضرني كثر هما الدوزيام كيعرفوها باللي هاد الاغنيه ديال الشاب ريان ودريمها، وعماد النتيفي كيعرفها باللي ديالي. علاش ما قالوش اوقف هنا هاد الاغنيه ديال المغني ديالنا مغربي ريان وهذا شاب ريان؟ اكيد انا كل كان كيعرف. لو كنتمشيو تشوفوا الحلقه بداو كيدخلوا يخرجوا الاغنيه الصحراوي فضيله وما نعرفش شنو. نو، الاغنيه اللي عاودتي انت ديال ريان وريما ماشي الصحراوي فضيله، هذيك سي نوتر فيرسيون، فهمتيني؟ يعني خصنا نكونوا واضحين. انا نتوما اللي اختارتوها. شوف، الناس كامله عارفه هادشي هذا. انا كنعتبر هادشي بحال اللي كيبغيو. علاش زعما علاش؟ واش انا ما عجبتهمش؟ انا مغربي. كتحس بالحقره؟ انا هادشي وي سي فغي، حسيت بالحقره. علاش؟ كنت كنتسنى انا بلادي ويعاونوني في هادشي هذا، لان اول اغنيه غنديرها غنبان بها انا، فهمت؟ غتحاولوا نتوما. هادشي ما كيديروش الناس. اون بليس اون بليس كاينه حلقه اخرى اللي مثلا جابوني وقالوا لي مثلا اول سؤال قالوا لي ريان عاودنا كيفاش حركتي، واش فهمتي؟ هذه بعد كلمه ما كتقالش من الارتيست. واش انت جايب الارتيست باش تكبر به ولا تطيح به؟ عاودنا كيفاش حركتي. لو كان غير حركت نقول له ما كانت حتى شي مشكل، انا ما عنديش ما كنخبيش. علاش؟ الحمد لله بزاف ديال المغاربه وما حيرحقوا. شكون اللي سولك علاش حركتي؟ عماد النتيفي قال لي علاش حركتي؟ انت مشيتي حارق؟ والله ما مشيت حارق بالله. انا مشيت بالفيزا من القنصليه ديال الدنمارك، جبت انا من كازا ومشيت. وكما قلت لهم انا شوف والله ما كان عندي، ما كنتش ناوي كاع نخرج من بلادي، حيت انا بلادي نموت عليها، فهمت؟ انا مشيت للدنمارك باش نديروا لا برومو للمغرب مع واحد الجمعيه في الدنمارك مغاربه. عيطوا لي وداروا لي كاع اللازم وداروا لي الفيزا وهذا باش مشيت خدمت معاهم بوندون ان موا. كنا كنمشيو ليزيكول هكا باش وكنخدموا. والله العظيم تضحك كيفاش كنا كنخدموا. راه كنلبسوا الجلاله والطرابش مغاربه وديك الشيء لباس مغرب، وكنمشيو للمدارس ديالهم هكا كنغنيو لهم شويه. من بعد كيبقاو يشرحوا لهم فهمت اللباس المغربي هذه هذا هو الهدف. علاش خرجت انا من البلاد؟ فهمت؟ فوالا انت دابا كتعيش في بلجيكا في اونفيرس ما بين. انا بالنسبه لبلجيكا شوف غير الظروف ومكتب بحال اللي كيقولوا، ما كنتش كاع ناوي اصلا غنعيش في بلجيكا. الظروف حتمت عليا نبقى تماك وبقيت كاع بحال كاع الشباب. ولكن كما كتشوف ماشي ما بقيتش بوغيا، بقيت وخدمت وبانت وخامل تماك بانت الحمد لله، والصدى ديالي وصلت حتى للمغرب. ولكن ملي بدينا كنشوفوا حنا نجيو لبلادنا باش يديروا معاك غير شويه هكا، لقينا كلشي سد عليك، هذا يسد عليك من هنا وهذا يسد عليك. علاش؟ ما عرفتش. هادو هما الحوايج اللي ما بغاوش تفهموا لي. نتمنى لك ان شاء الله التوفيق. ان شاء الله ان شاء الله. عندك الصوت وكاين الحضور ما شاء الله، قلبك كبير، الله يوفقك. ان شاء الله. انا كما قلت لك انا الهدف ديالي هو نوصل لديك الشيء اللي باغي انا فنيا. انا ما باغيش مثلا البوز بشي حوايج راكي كتشوفي ما كان ميم دي فوا ما كنديرش لي فيديو بزاف ولا هذا. ولكن كما مثلا كتدفع بلي برودوي ديال لي زارتيست اخرين مغاربه اللي مثلا يقدر يكونوا صحابك ولا هكا، حتى ولينا كنسمعوا بزاف ديال الحوايج هنا في المغرب. حتى الناس ولات كتعرف هذا باك صاحبي وهذه وهذا. سي نورمال راه كيشوفوا بزاف لي زارتيست تبارك الله عندهم دي فوا واعرين بزاف وحقرينهم سدين عليهم. وكاين بعض الوجوه ما عندهم والو هما اللي كيبانوا في الساحه، فهمتي؟ راه اي واحد راه يقول سي با نورمال. اكيد. ولكن انا كيعجبني العدل، اللي يعطيو شويه هكا وشويه هكا، ما يكونش شويه، فهمت؟ بزاف الواحد كيكبر معاك، فهمتي؟ كيكبر معاك ديما يبقى شويه، يعطيو شويه ديال سمع منك شي حاجه اخرى رايا. صافي. من بعد المشاكل بعد غندخل واحد المشكل اخر غير سمع منك جميل. يسألوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها،
الا راهي مغبونه ولا مهنيه ولا مازالها تجبد عليا ولا خلاص راهي ناسيه يا ما تحكولهاش واش راه صاري بيا باللي نبكي كي نتوحشها ماشي لا ولات لي سي تادير تبغيني سي با باسكو شفيتها ومازال مازال عشقك في البال ننساك محال يا اللي نسيتينا وإذا طوالت العمار وحكمت القدار بالك شي نهار دي تحوسي علينا ومازال مازال عشقك في البال في البال غني معايا ننساك محال يا اللي نسيتينا وإذا طوالت العمار علي ماريا وحكمت القدار بالك شي نهار كضحكي تجي تحوسي علينا حياتي بلا بيك غبينا معيشة المرة ميزيريا وتقول ربي خلقك غنتيا 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 بريزيتيني من روحتي عليا حنانتك مازال فيا في طافي ولا غبنوك والليليا والليليا ميرسي تبارك الله عليك ريان تبارك الله عليك ريان والله ما سخيناش حنا تبقى تغني لينا نسمع عليك انا معاكم ما كان حتى شي مشكل ريان من بعد شاب فضيل تعرضتي لنصب من طرف فنان لبناني معروف اللي هو ايمن زبيب هادشي بصح ولا لا تا هو دار لك شي اغنيه مؤخرا لقيت واحد الاغنيه انا وانت زمان طويل اللي اغنيه معروفه هذه ديالي تفاجات بهذا المطرب اللبناني ايمن زبيب مغنيها ولكن انا ما هضر معايا حد ما استشر معايا حد هادو هما الحوايج اللي غناها عاودها كوفر ولا لا دارها في البوم تاعو عادي نورمال غير ما تشاورش معاك هذا هما ما رفعتي دعوه ما هضرتي معاه شنو غادي نقول لك انا ماشي كونتر لارتيست يعاود اغنيه شي حد اخر مي كما كنديروا حنا كنغنيو ولكن دي فوا كنغنيو دي شونتور عاد بدا وفهمتيني ماشي مشكل سي با ان بروبليم ولكن ذكر سميتو عادي ما فيهاش شي عيب ما فيهاش عيب يمكن هما كتجيو معايا بهذيك حاجه اخرى فوالا مؤخرا لاحظنا واحد الموجه ديال الشباب كيغنيو من ديال طنجة واللي ما شاء الله اصواتهم متميزه شنو الراي ديالك فيهم بحال زهير بهاوي نعمل العياش من الشمال زهير من الشمال تطوان تطوان وطنجة بهاوي من طنجة عماد بن عمر نعمل العياشي بالعياشي زهير بهاوي احمد شوقي تبارك الله بزاف ديال الفنانه وثاني في طنجه امينوكس كاينه مسلم كاينه بزاف ديال لي زارتيست انا كنهضر على الموجه ديال الشباب اللي ولاو كيغنيو الراي وكيعاودوا لي كوفر مثلا ديال حسني ولا شي حاجه مزيان راه شوف اي واحد غيبدا ضروري غادي يحفظ على واحد شونتور فهمتيني ياخذ منه ماشي من واحد بزاف هذا هو اللي غادي يقدر يواصل الطريق ديالو ضروري خصك باش تعلم انت خصك تعلم عند الناس اخرين تاخذ من هذا شويه من هذا شويه من هذا شويه باش تقدر دير واحد الستيل ديالك خاص بك راه ماشي مزيان الواحد يبقى تابع واحد الموجه لان الموجه بحال اللي قلت لك الموجه كتمشي وما كترجعش كتجي موجه اخرى وهذا الشيء ماشي في الصالح ديال بزاف الفنانين اللي كيتبعوا الموجه يعني كطيح ديك الموجه ما صافي كيتسالى حتى هو والفنانين اللي ياخذ من هذا وياخذ من هذا وهذا ويدير ان ستيل خاص به هو كيمشي في الطريق ديالو مزيان وكيدير جمهور والجمهور خصو يشوف باللي الجمهور خصو بشويه بشويه راه كيكبر الجمهور راه ماشي في دقه واحده اللي كيطلع بالزربه كيعاود بالزربه كما كيقولوا اكيد فوالا ريان ديما كتغني الراي ما نقدرش نشوفك شي نهار فشي لون اخر طرب ولا الشعبي مثلا بالنسبه كنغني الشرقي مره انا الشعبي انا بغيت نشوف الشعبي شنو بغيتي تغني شنو اختيارك ها غير ما حاجي بنعرفك كتقلد ما يدينا على الشيطان لا علاش لا اغنيه شعبيه كتبقى عاوتاني المطربين ديال الشعبي تبارك الله عندنا عمالقه ديال
ديال الفن الشعبي تبارك الله صراحه جيده ودي ستاتي ستاتيه تبارك الله. شوف هاد الناس كاملين وغندحسوا عليهم حنا. لا 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 وغنى شي حاجه شي وي نسيت واحد الحاجه عندي ان شاء الله واحد اليوم مع سعيد الصنهاجي. داكو غادي حصري لينا هادي وي ان شاء الله كاينه انت غيكون كاينه وراه جاي في الطريق ان شاء الله. غتغني انت بالشعبي ولا راي هو شعبي؟ انا الراي ولكن اغنيه ديال سعيد الصنهاجي. المهم سعيد الصنهاجي كما كيعرفوا انا عزيز عليا بزاف ديك السيد وفهمت صاحبي بزاف وكنموت عليه موت عليك سعيد. تحيات فوالا درنا اغنيه ان شاء الله غادي نديروها اونسومبل باش ما نغنيش انا الشعبي حيت انا ما واخا نغني الشعبي يمكن ما يجيش معايا نقدر نغني. نقدر نسمعوا منك شي حاجه ونشوف الجمهور يحكم. يلا هادي املو 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 العيب جا منو املو 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 العيب جا منو املو العيب جا منو دارو حيده قدمو املو العيب جا منو دارو حيده قدمو شوافا شوافا شوفي لي يا مصطفى شوافا شوافا وشوفي لي يا مصطفى شوفي لي يا مصطفى وعينو خضرا ولافا شوفي لي يا مصطفى عينو خضرا ولافا. تبارك الله الله يحفظك ان شاء الله. ريان كاين شي حفلات مهرجانات في المغرب ان شاء الله؟ عندي واحد الاغنيه ان شاء الله بيانتو غنمشي ان شاء الله لو 13 لو 14 غنكون في مالاغا في الخيرولا لا كوت ديال اسبانيا 20 21 غنكون في مدريد وان شاء الله غادي نمشي لتولوز غنصورو كليب جديد الاغنيه جديده انا والشابه ماريا مع الدي جي كلاسيك ان شاء الله. خدمنا هذه تقريبا واحد سيمو دابا غتخرج قريب كان غنصوروا لك كليب ان شاء الله فهاد الشهر هذا ان شاء الله قريب غيشوفوها الناس ان شاء الله. اغنيه كتهضر على لو مارياج هذا المهم نخليها مفاجاه للجمهور فوالا ان شاء الله ما نحرقوهاش. مؤخرا شفنا واحد الفيديو ديالك كيدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتشرب اتاي مع الدراري وقالبه غنى هادي نورمال شوفي اش هادشي هادي كيما خرجتي لي قال لك غني لي تغني لي ما عندكش مشكل. لا انا ما كنغنيش لا مثلا جو عندك لي فان تقدر مثلا ماشي خصك انا اللي وي 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 عادي جا عندك فان ديالك واخا تكون كتشرب اتاي مع العائله ولا جالس مع العائله كتهضر في شي موضوع وجا عندك شي فان قال لك غني لي تغني لي ولا دير بيان سور نغني لي ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه لديك الفيديو اللي شفتي كان جا عندي واحد الملحن وكاتب صديق ديالي من مدينه العيون اللي كنحيه بزاف عثمان حليمي اللي دار معايا بزاف ديال الاغاني معروفه حتى هي ومشينا لواحد البلاصه هنا في كازا مشينا ناكلو شربنا كاس داتاي وهو ديما معاه غيتار كيجي معاه غيتار والو ما تقدرش تجلس مع واحد ملحن عنده غيتار ما تغنيش امبوسيبل. المهم بدينا كنغنيو هكا وصورونا فوالا نورمال حنا في المكان كنغنيو. تبارك الله عليك سيدي نتمنى لك ان شاء الله بارك الله التوفيق ما تخيناش بك نسمعوا منك شي حاجه ثانيه ديال حسني ما تبكيش عزيزه عليا ما تبكيش كنعرفك نخدع عمري دشي محال جيت تبكي وطلبتيني اكله من الناس انا بدل الاحوال اكله من الناس بدل الاحوال غير لا تبكيش قولي دا مكتوبي الدن صعيبة وانتي شكيتي سمعتي الهضرة انا وتقلقتي سمعتي الهضرة وتقلقتي تزيد. شكرا لك ديك ماريا. كلمة أخيرة للجمهور ديالك اللي كيبغي. الجمهور ديالي كنقول لهم باللي كنموت عليهم وبهم حنا رانا كنخدموا هذا الشيء هذا وكنزيدوا للقدام ويبقاو معنا مكونيكتين ديما ديما كاين الجديد والحاجه اللي كنطلبوا منهم هو يعاونونا بلي بارطاج ديالهم هادشي اللي كاين وكنموت عليكم.
فوالا تبارك الله عليك ريان، شرفتينا اليوم بالحضور ديالك. انت سعيد علينا. انك لا بالعكس، انا كما كيعرفوا ما راني ماشي شديد في الهضره، انت حشومي انا لاحظتها. نو نورمال، ما كتحشمش في الغناء. ما كتحشمش في الغناء؟ لا شوف، الغناء هذه واحد الحاجه اللي انا كنعرف نديرها، ما كنعرفش نهضر مزيان ياك، عادي نورمال، ولكن ما عنديش اللحن في الكلام. فوالا قبل ما نختموا غير باش يعرفوا الناس، جبتي لي عثمان رسمتك حقيقيه ماشي ريان. عثمان نورمال، اغلبيه ما عارفينها، شكون جيت تعيط لك ريان؟ واش نورمال حيت هما كيعيطوا بالنسبه للفنان ريان، راه بزاف ديال الفنانين كياخذوا واحد السميه فنيه باش كيبقاو الناس عاقلين عليها، وديما التسميه الفنيه اللي كتكون سهله وهذا الناس كتعقل عليها بزاف، وهادشي علاش. فوالا فوالا عثمان ريان. فوالا عثمان ريان، تبارك الله عليك، شرفتنا اليوم بالحضور ديالك. اكيد الجمهور صار بحقيقه. نتمنى ان شاء الله نشوفك مره اخرى، وان شاء الله تكون نجم متالق في الساحه الفنيه وفي الوطن العربي ديالنا. الحمد لله، الله يحفظك ريان. اكيد غنختموا مع المشاهدين ونرجعوا نسمعوا منك شي حاجه اخرى ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نهايه حلقه هذا البث المباشر مع نجم الراي الشاب ريان. غادي نودكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في حلقه مقبله مع ضيف اخر. تبقوا على خير. اهلك وي قلبي ميتينك يا عشقها ما دار فيا سايدي قوتي، واللي بغيتها دارت عليا وسمحت فيا، انا بروحي مليت. يا جيسبيغ تكوني غايا ماشي كيما كنتي معايا، جيسبيغ ما تكونيش مغبونه تكوني بيا ماشي محقورة، جيسبيغ تكوني لقيتي اللي تمنيتيها وبغيتي، جيسبيغ أنا جيسبيغ. يا خليني منك أنا خليني، اللي فيا يكفيني ساي ما تولي. نكوي قلبي ميتينكيا عشقا نادير فيا وصيدي قوتيت، واللي بغيتها دارت عليا وسمحت فيا، انا بروحي مليت. يا جيسبيغ تكوني غايا ماشي كيما كنتي معايا، جيسبيغ لا تكونيش مقبولة تكوني بيا ماشي محقورة، جيسبيغ تكوني لقيتي اللي تمنيتيها وبغيتي، جيسبيغ أنا جيسبيغ. خليني منك انا خليني، اللي فيا يكفيني وروحي ما توليش، وهني روحك انا وهنيني، اللي فيا يكفيني وما تدينيش. كدابة انتي كدابة، ربي 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 وكيلها ربي، ربي 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 زادت في عذابي، كدابة انتي كدابة، لعابة انتي لعابة، ربي 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 وكيلها ربي، ربي 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 زادت في عقابي، يا ويلو فقت العروطه
الله غالب ما نقدرش الدار اللي نبغيها سحرتني تبعت شارتي ونقول راني هانية شوفوا قلبي باش بلالي الفياسك يحشق ليا والو فقت نهار وطار الله غالب ما نقدرش الدار اللي نبغيها سحرتني تبعت خسارتي ونقول راني هانية شوفوا قلبي باش بلالي ياسك يحشق ليا كدابة انت كدابة لعبة انت لعبة ربي ربي وكيلها ربي يا ربي 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 زادت في عذابي شكرا